من اجمل الاطباق اللي تخرج من المطبخ الايطالي الريزوتو. بنبدا بشويه من الزيت وبنحط البصل، هناخد الرز هنحط عليه شويه من المرقه، بفضل اقلب فيه كده لحد ما المايه دي كلها تتشرب. ممكن قوي في المرحله دي اضيف شويه من الزعفران. بص اللون هيغير ازاي، وهيديني لون اصفر ذهبي رائع. بدا يتشرب وبدات الرزايه تخ. يعني ايه تخ؟ يعني تكبر شويه وتشرب من الميه. في عندنا خل الرز هنضيفه بعد الرزايه ما تستوي. وناس كتير قوي بتفتكر ان طبق رز معجن، هو مش معجن ولا حاجه، هو طبق عامل كده زي الرز بلبن. ان الزبده دول هيسيحوا ويظبطوا القوام 100%. الجبنه، الرز ده لازم يبقى الدنتي، يعني لما بدوس عليه بسنتي بيدخل طري 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 طري، بعدين يقف ثانيه صغيره، عضه صغيره يبقى استوى. لو طري خالص يبقى معمول غلط. هو ده الكلام. سلام.